وصلنا ما كان في حاجة. لا السور كله ما موجود، كل الأبواب ما موجودة، كل الشبابيك ما موجودة، حتى من الداخل دواليب، كراسي، معدات، أجراس، ميكروفونات، ما كان في حاجة أصلاً موجودة. وبالتالي احنا كمعلمين عشان نساعد الناس في العوده لابد انه الخدمات الاساسيه تكون موجود، لابد انه يكون مويه موجود، المدرسه تكون فاتح، البير يكون شغال، الطاحونه يكون شغال، تمشي لزرعك زول ما بيسالك. هكذا ده الحياه الكل الناس عاوزينه. فده الاسباب الخلاني انه احنا نجي نلبي دعوه اهلنا ونفتح هذه المدرسه.